بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، نظاضري ديال القرب اللي كندير على البيسي ما شكيت عليكم، تهرسوا وجلس لي عليهم القطيط. شوفوا ما اصلا هذا الكادر غير بلاستيك وتهرس، ودابا كطيح الجاجة. كنمسحها كنقدها، وكاش كنجي كنحطها هنا كنقيسها عاوتاني بيدي عرفتو، وكان زعما ما قدرتش حتى يتصابوا. ودابا راني خاصني ندير هكا باش نشوفكم مزيان، فهمتوا القرب. مع هادو كانوا هادوك زوينين، البيسي كنت كنشوفكم زاك شويه تشوفوني مره كنسحب لي واش نضاضري مضبين، هما اصلا نيت مضببين خاصهم نيت يتنقاو. ما عليناش حبيباتي الغاليات. راني هاد الايام وليت شويه ماشي مشكل. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنشكركم كاملين حبيباتي الغاليات. هانتوما غتشوفوا دابا خاصني ندير بحال هكا باش نشوف القرب. كنتمنى تكونوا كاملين، انا هادو القرب خاصني نحضر بحال هكا باش نشوف هنايا، فهمتوا هنا فاش كنهز راسي بحال هكا. هادوك لا، هادوك كاملين قرب. دابا خاصني ندير بحال هكا باش نشوف القرب. عرفاش فهمتوني ولا مفهمتش نتو؟ ها الهبال ياك. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي الغاليات. انا ملي بديت كنهضر معاكم بديت كنفضفض لكم، راني حولي الناس ياك كانوا، دابا كاينه بوحدي، ولكن وراه النهار كامل العائله معايا والصديقات وهذا والناس في الواتساب. راه نقدر ما نخرج من الواتساب، كيبقى يواسوني ويهضروا معايا، ولكن ولادي وكل شيء، ولكن كان ناقصني واحد الجزء. انا دائما كان عندي حاسه، انا لداخل حاسه بواحد الذنب، ولكن هذاك الذنب امتى كنحس به؟ ملي مثلا كنجي نهضر على شي حاجه ويكون فيها ولادي الاخرين وكنسكت ما كنقولها لكمش. كنت دائما بلاتي نحضر الكاميرا شويه، وكنت دائما ملي كان هكا كان الداخل ديالي كيقفز كيقول خديجه خلي هذاك الجمل بارك، غادي تجبديه بزاف الناس غيبقاو يسولوا. ودابا نيت راه كاينين بعض الاسئله، ماشي بزاف، شي جوج الاسئله من يمكن شخص او جوج ما فهموش ولادي علاش. انا تزوجت صغيره، انا كبرت في اوروبا، تزوجت في اوروبا. السيد اللي تزوجني ديجا كان عنده الوراق، كان مشى من العمال اللي كيخدموا بحال الاب ديالي، راجل كبر مني في السن. فاش تزوجني يمكن عنده كبر مني ب 20 سنه، 18 سنه 20 سنه على حسب الوراق اللي داير، مع انه الناس في هذيك الوقت ما كيديروش لاج ديالهم، يعني كيقدروا صافي. المهم الحساب اللي حسبت انا في الوراق كان 38 18 سنه كبر مني، ياك انا كنقول ما بين 18 ل 20 سنه. ما عليناش، تزوجت صغيره، ولكن كنت طموحه دائما، باغيه نقرا، باغيه نكمل، باغيه ندير. الحمد لله وكملت وقريت ودرت درت، ولكن واحد الفتره مع داك السيد حياتي تجمدت، ولكن احسن حاجه فيها هي وليداتي. ولدت وليداتي، طلقت منه، عاود تزوجت عن حب وعن تفاهم وعن احترام تقدير، كنقدرو كيقدرني كما قلت ولد ناس، انسان محترم كيقدر. انا نحيد نضاضر، واخا انا ما غاديش نشوفكم زعما نشوف راسي مزيان، ولكن لان تلفت معاهم ما كنقصني نبقى ندير هكا باش يفهموا. دابا كنعاود البنات اللي ما فهموا، البنات اللي حطوا الاسئله وما فهموش. فاش طلقت منه بقيت شحال من سنه عاد ولدت سفيان، لانه علاش؟ لاني عندي ثلاثه د الوليدات، هذوك الوليدات كانوا معايا واحد الوقت، واحد الوقت اضطريت، انا اضطريت قبل الزواج ديالي انني نخليهم يعيشوا في فرنسا. علاش؟ لانه هاد الزوج هذا لباهم قتل لي الوراق ديالي. فاش مشيت مع الفرنسا جابني حطني في المغرب واحد المده، حيد لي الوراق ديالي، مات الوراق ديالي. فاش عاود انا بنيت الوراق وداكشي، اضطريت انني انا بين ما نبني الوراق نكمل الوراق ديالي، اضطريت اني انا ندير خلع،
انه فاش جابني حطني في المغرب محيد لي الورق، ما طلقنيش، علقني بدون سبب. وهذا الشيء راه كيديروا للزوجات كاملين اللي قبل منا، ما راه بحال هكا، خاصكم تفهموا راه بحال هذا هو علاش انا كنت ساكته. ولكن دابا ملي حطيت وقلت ولادي، جاوني بعض الاسئله خاص مع انه 99.9 كيقولوا حياتك الخاصه، ولكن كاينين بعض النقاط خاص تفهموهم. الزوجات اللي قبل مني كانوا في المغرب، انا هي الاولى اللي كنت معاه برا، اصلا ما دار ليا الورق لا درت ليه الورق، انا عندي ورق ديالي هو عنده الورق ديالو. كيما فاش تزوجني ومشيت درت الدوميسيل في فرنسا، ديك الساعه باقي ما عندناش الجنسيه، لا انا لا هو، جا قلت لي الورق ديالي، حيد لي الورق ديالي، حطني في المغرب ومشاو خل انا وليداتي صغار. بقيت انا وليداتي صغار 3 سنين في المغرب، كنشوف وليداتي ديالي كيتحطموا بدون اي شيء، الجوع القهر، دوزت اكفس سنين حياتي، اضطريت على اني ندير خلع ونخلي ولادي يطلعوا بعدا زايدين برا. تصوروا الحقاره والو هكاك في كادو. نفس الشيء داروا للزوجه اللي من ورايا، جاب الله القانون كان تغير وطلعت الباسبور ديالها من جديد ومشات. والزوجه اللي من ورايا كان عندها فاش حيد ليها الورق كان عندها ديجا دري في خلاته في جات دوز عطله وخلات هي وياه وخلاته كان في الحضانه في فرنسا. وتصوروا ولدها في الحضانه وحيد ليها الورق ومشى وخلى لها ولدها واحد في فرنسا والاخرى معاه في المغرب مشات. المهم تكرفص عليا مزيان هذيك الوقت، هي اضطريت انا نعطي فيها ولادي. فاش غادي نعطي فيها ولادي؟ لان تحيدوا لي الورق انا وولادي. داهم كان القانون في شكل، هادشي في التسعينات، بدايه التسعينات كان القانون في شكل، ما كانش بحال دابا. يعني ماشي نهائيا ماشي بحال دابا، في 91 92 ما كانش بحال القانون بحال دابا. كان راه دابا الحمد لله راه كانت المراه مهضومه الحقوق ديالها، ما عندها حتى حق. تحيد لك الورق كتمشي تطلع يقول لك ما عندنا ما نديرو لك. تصوروا واحد المده خليت ولادي واضطريت اني نمشي لهذا الاوروبا بباس، مشيت لفرنسا. كان كيقولوا لي راه ولادك زايدين هنا وعندهم الجنسيه الفرنسيه، ولكن راه ما نقدروش نديروا شي حاجه، ما عندنا ما نديروا لك. ولادك كاين حدهم في المغرب، ما عندنا ما نديروا لهم. يعني انت تقدري هنا تبداي تطلعي له رقم من جديد. رجعت عاوتاني بلجيكا، هي فاش رجعت عند وليداتي بقيت معاهم، بقيت مع ولادي هنا 3 سنين وانا في المغرب كنتلاوح. علاش انا كنفيقكم وكنقول لكم وكنديروا؟ فاش كتجي شي وحده كتهضر معايا كنقول لها حتي كبروا ولادك، خلي ولادك تيجدوا بلاصتهم في اوروبا، تجي ما عليناش. هنا فاش اضطريت انا نتنازل على الاولاد باش 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 نشد الطلاق ديالي، باش نقدر ولادي يمشوا ونقدر انا نطلع من جديد. هنا فاش طلقت منه عاد وليت كنتزوجت، لانه عاوتاني خاصك يكون عندك شي حد شي فهمتو. وطلعت الوراق ديالي ومشيت وكنمشي عند ولادي. صافي انا كنت درت واحد التزام باش ولادي يبقاو معاه في فرنسا. صافي انا ولادي ديك الساعه ما مشيت، انا ماشي مشيت في العام الاول، راه بقيت عاوتاني انا شي عامين عاد مشيت. هذيك عامين انا عاد عاوتاني بنيت اوراقي من جديد وتزاد سفيان في بلجيكا، داكشي سفيان تزاد في بلجيكا والاخرين تزادوا في فرنسا. وهذه هي قصتي كيفاش. صافي ولد انا تزاد عندي سفيان في 94. هذه هي قصه خديجه. هنا كيفاش خديجه؟ علاش خليتي ولادك؟ علاش تزوجتي مره ثانيه؟ ماشي فهمتوا، ماشي كانوا معايا ولادي وجالسه في فرنسا وجالسه في بلجيكا مثلا وعندي ولادي وعندي حقوقي كامل ومشيت تنازلت على ولادي لا حق لي اني باغي نتزوج؟ لا، هذه هي الطريقه. دابا فهمتوا راه الحياه راه كاين بزاف، راه ما كيجي شي واحد يقرصكم حتى يكون قارص الزمان. وانا قرصني الزمان ونقولها قدامكم وقدام الملا، انا خصم هذاك الرجل عندي بين يدين الله سبحانه وتعالى، عند الله تلتقي الخصوم، ما غاديش تسمح له لا الدنيا لا اخره، لا هو وبعض افراد عائلته ولا واحد راجل اختو، ما نسمح لهم حتى لعند الله. بغيت نوقف عند الله انا وياهم،
نوقفوا عند الله سبحانه وتعالى باش يتكرفصوا عليا وتكرفصوا على ولادي، تكرفص على ولاد وتكرفص عليهم معاه. هنا الضرب الى جاوا الناس كيقولوا الله عمرها دار، الدار عامره، ولكن فاش كيخرجوا الناس وداك الشيء العالم به الله، راه شحال من واحد نرجسي وهذا كيشوفوه الناس كيقول الله عمرها دار، هو راه ماشي الله يعمرها دار، راه كاين البسيكوبات ومعايشين الزوجات ديالهم في الجحيم. فاش جابني للمغرب وحيد ليا الورق عشت الجحيم اكفى السنين عمري، تصوروا كبره برا وليداتي زايدين برا، كتجي في التسعينات كتدخل المغرب ولا شيء من داكشي اللي ياكل ولادي، ولا شيء، ما عند ولادي حتى شي حاجه من داكشي اللي كانت، حتى الخضره، الخضره ما كيشبعوهاش، الخضره ما كيشبعوهاش، اما الفواكه ما كاينينش، اما مشتقات الحليب ما كاينينش، اما ليكوش ما كاينينش. وتصوروا فين كبرتي، فين زاد ولادك، وشوي يجي واحد الانسان ينتق منك هكا لمجرد مرض نفسي، مجرد مرض نفسي يتلدد بتعذيب الناس. للاسف 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 هذا الشيء. لهذا حبيباتي الغاليات ملي جي كنعطيكم شي دروس او كننصحكم شي نصيحه، راه ماشي هكا كادو، راه ما جات على عن فراغ، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى عوضني، عوضني في با سفيان الله يرحمه، عوضني فيه، عوضني الله سبحانه وتعالى بعد رضات والدي، بعد الله سبحانه وتعالى تعوضني الله في زوجي الثاني الله يرحمه، الله يجعله من سكة الفردوس الاعلى، كاع الناس المزيانين كيمشوا بكري، الله يرحمه، الله يرحمك، الله يرحمك يا علي فال، الله يرحمك، عوضني فيه، حسسني بقيمتي، حسسني بقيمة المرأة، حسسني بأنوثتي، حسسني بالشغل اللي كندير، حسسني بثقافتي، حسسني أعطاني ثقة في نفسي، مع أني أنا خدمت على راسي صافي، تما تطورت. تصوروا هادوك السنين اللي بقيت هنا في المغرب، اللي تحيدوا لي الوراق وبقيت فيها في المغرب، والوقت الحمد لله، الحمد لله اللي عايشين في هذا الزمن هذا، مش ما كنتوش عايشين في الزمن القهرة والظلم من الرجال في الادارات، وفي كل بلاصه اللي مشيتي لشي بلاصه شي اداره تشكي على حقوقك او بغيتي غير ورقه، تصوروا ما عندي حتى ورقه، ما عندي لا كارت ناسيونال، ما عندي لا اي ورقه، لا حاله مدنيه، ما عندي حتى اثبات، عايشه بدون اثباتات 3 سنين وانا في المغرب عايشه بدون اثباتات، كنطيح ما بين دار بايا البيولوجي، ما بين دار جداتي الله يرحمها، وما بين دار خالتي، كان نهار هنا نهار هنا نهار هنا، بحال شي حد كيطلب. وامي الله يرحمها وبايا اللي في بلجيكا الله يرحمهم، وشي نصارى، هادوك النصارى بحال جدودنا، راه كنت عاودت لكم عليهم في واحد الفيديو، إظهار وريتا الله يرحمهم، قولوا لي مسيح، قولوا لي البيت، تقولوا الله يرحمهم، انا كندعي لهم بالرحمه عند الله، ولكن كانوا دايرين بحال جدي وجداتي، كيصيفطوا لي الحوايج، كيصيفطوا لي الاكل، تصوروا وديك الساعه ما كانش بحال دابا، تصيفط لك شي حاجه تمشي تجيبيها لا في الكار ولا لا لا لا، ولا تجيبيها من شي شركه، سمحوا لي غنوقف ندير سايلنت البورطابلي، كان كتجي داكشي في الديوانه، وكتمشي تمشي من قلمي حتى لاكادير باش نجيبو، نمشي حتى لاكادير باش نجيب ديك الكوليه، باش نجيبها باش نلبس وليداتي، باش نوكل الفلوس، والدي يصيفطوا لي الفلوس، كيصيفطهم على واحد الراجل سميتو جمال الله يرحمه، هو كان عنده الملاح، كيبيع ملاح، كيهضروا معاه في التليفون، كانت غير الفيكس، وكانت قليل اللي عنده الفيكس، كنمشي عنده كنهضر معاهم، وكيهضروا هما معايا، وكيصيفطوا لي، ما قدروش هاني انا غادي نطلع ولادي، انا ما سخيتش بولادي، اخر شي حاجه قلت لكم هي مشيت باسبور وخليت وليداتي عند خالتي، جا هو حيد عاوتاني وليداتي من خالتي، دوزني ما نسمح ليه، ما نسمح ليه لا دنيا لا اخره،
شي كره داز قدام الكاميرا. لهذا حبيباتي وانا راه لو كنت بغيت نتاجر بهاد المشاكل راه من بدايه القناه، ولو كنت بغيت تتبع الادسنس مثلا غير باش ندخل الفلوس راه من بدايه القناه غنبقى ندير لكم فيديوهات على هذا الشيء. لا دابا غير باش تفهموا، باش ما تقولوا انا جاتني واحد السيده قالت لي خليتي ولادك تبعتي الزواج في الفيديو الاول اللي حطيت لكم هاد السيمانه، تبعتي الزواج طلع طلع طلع. اجينا تشيكو باغي يطلع نتاجر بهاد المشاكل او نجبد ولادي او هذا. المهم حبيباتي قالت هذه هي كيفاش انا تزوجت ثاني ولدت ولدي، اكتفيت بالاطفال. زوجي الله يرحمه كان باغي عنده ولد قبل مني، حتى هو مطلق عامين قبل ما يتزوج بيا، ماشي انا السبب في طلاقه من زوجته. زوجته بيني وبينها اتصال الله يعمرها دار، كتهنيني في المناسبات، كنهنيها عزاتني هاد الايام. ولدي اللي قبل ولدي اللي ولد زوجي هذا الثاني قبل مني سميته محمد الله يعمرها دار ونعم الاخلاق ونعم التربيه. كيقولي غير امي، امو عاود تاني كتقولي غير اختي. ولدي سفيان ولادي فاش كيمشيو يسافروا كيزوروا عائله جدوده في الداخله، ما عندي حتى مشاكل مع حتى واحد. المشاكل الوحيده اللي عندي هي مع طليقي الاول بولادي الكبار. خرج على بزاف الحاجات، هذاك الشيء اللي دار لينا. الدراري باقي صافا، الدراري عبد السلام الله يرحمه وعبد الناصر صافا، ولكن البنت اثر شويه عليها. نعيمه اثر عليها داك الفراق وداك الشيء، وكيقولوا من الخطرات كتقول من الخطره واش انا تخليت عليها. لا كتفهمي وكتحطي كل شيء بخشيبات، ولكن احيانا كيرجع داك الشيء عاوتاني خاص تعاودي من جديد. المهم هذه قصتي، هذا هو يعني عندي ولدي ولد زوجي الثاني قبل انا وياه بحال الام وبحال الابن، وامه بحال صاحبتي مطلقه ساعه سنتين قبل مني، ماشي انا سبب طلاقه ولا هي السبب فيا. هاد الزوج الاول باولادي الكبار ثلاثه، زوجي الاول ماشي انا السبب في طلاقهم، انا اصلا تزوجني كان زواج فورسي، كان زواج فورسي نقولوها يعني، كان يعني بالسيف يعني يلا تزوجيه ودبري راسك. وكنا في 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 الثمانينات، في اواخر الثمانينات، كان الخوف والحشمه والخوف، حتى خوف من الوالدين. داكشي علاش كنقول لكم علموا بناتكم يكون عندهم يقفوا على رجليهم ويكبروا حتى يوصلوا واحد لاج عادي يتزوجوا. ما تزوجوش بناتكم صغاركم، ما تزوجوهم عافيه وما تخلوش عقلهم غير الزواج، فهمتوا؟ لا انا سبب يعني هذوك الزوجات اصلا ما كنت كنعرفهم، ثلاثه اللي قبل مني، انا هي الرابعه. في الخامسه ماشي هي سببي في الطلاق ولا انا سببها في شي حاجه. هاد الست عاوتاني اللي جات ماشي هي سبب، يعني هو المشكله في الدماغ ديالو. الله لا يسمح له ان شاء الله حتى عند الله سبحانه وتعالى، ونوقفوا معاه هكا. تصور انا فاش مشيت للعمره شديت ستاره الكعبه وقلت له يا الله انا سامحه كل شي حد دار لي شي حاجه، يا الله والله في كل بلاصه من غير ستاره الكعبه، الله كاين في كل بلاصه، وكنقول هادشي دائما. ولكن هو وبعض الافراد من عائلته وواحد زوج اختو راه غادي الا سمعوا شي حد ما يعرف شكون، هذاك زوج اختو كان عطاه الوكاله كيدير لي طلاق، طلاق سميتو غيابي رجعي، كيطلقني ورجعني، راج اختو كيطلقني ورجعني، طلقني ورجعني بدون علمي. انا باغي نطلق، ولكن اش كيدير لي؟ كيلعب بعصابي، زعما راه طلقتي وما جبتي ما سقتيش الخبر رجعناك. ما نسمح ليهمش حتى عند الله، نوقفوا عند الله، واللي عنده شي حاجه يشدها. بنت صغيره في العمر تزوجها ما درت حتى شي حاجه، ولدت معاه وليدات، كان مهمته الوحيده اللي كان كيدير يتفنن ويتلذذ في تعذيبها ويهانتها. وملي ما كفاش التعذيب ديال اوروبا لاني ما جبت ليه البوليس، ما درت حتى شي حاجه، ساكته جالسه، كنت خانوع، كنت درويشه، كنت والحمد لله اللي وقع هادشي كامل باش تكونت هاد الشخصيه هادي وتسقلت على المشاكل اللي كيسقلوا بنادم. الحمد لله كل شيء
كتبوا علينا الحاجه الزوينه، كتبان علينا الحاجه الخايبه كيكتب الانسان على راسه. انا عشت الحمد لله مزيان، ما درت شي حاجه، هو تكرفص عليا، تعدى عليا، كانت الاهانه، اقصى الاهانه الى اقصى درجه، جوعني وجوع ولادو، تكرفص عليا وتكرفص على ولادو، شنقول بسيكوبات نوع، كان كيتلدد يتلدد فين، ملي شاف راسو في اوروبا ما قداليش داك الشيء، جابني لحني في المغرب، زعما انت يا بنت اوروبا ها انت غتمشي للمغرب تكرفيس في بدايه التسعينات، 88 89 90، هي 88 جابني للمغرب، 89 90 91 عاد خلعت راسي منه، عاد عطيته الدراري، كان شاف راسو صافي عاوتاني، ماشي بغى الدراري حبا في الوليدات، لا حبا في الراتب اللي كيشد على لوكاسيون فاميليال، الخلاص ديال الدراري باش يدي عاوتاني دراري يزيدهم الدراري الاخرين ديال الزوجه الثانيه اللي دا وعلى الوليدات، ونفس الشيء دار مع الزوجه الثانيه، اخر شي حاجه نهار ما بقاش يتخلص على الدراري وجا تزوج عاوتاني، ونفس الشيء حيد ليها الوراق، تكرفص عليها، تكرفص علينا كامل، ما نسمحوا ليه كامل، لا انا لا اللي قبل مني، دابا في عرس نعيمه جاو عندي، جاو عندي وحده جوج جوجات زوجاتو، وف كلهم كي نفس كيدعوا كاملين، باقي كيدعوا الله سبحانه وتعالى عليه، عنده بنت كبار يعني عاوتاني كبر من ولادي انا، كاينه في مسكينه حتى مكرفصه، ما عليناش ما غاديش نجبد، واخا هو بحال هكا شتو بحال هكا اش كنجبدوا الناس، ما عليناش حنا ما جبدنا لا اسامي لا حتى شي حاجه. لهذا حبيباتي الغالات، هنا فاش اضطريت انا هادشي اللي كنت انا سد عليكم، هذا الباب هو اللي كنت سد، هذا باب جحيم، باب جحيم في حياتي، ولكن كما قلت لكم هادشي هو ماشي زوين، ما كنتمنى حتى، لكن هو اللي خلاني خرج بهاد القوه، اللي خلاني تعلمت، جيت كنت الا بغيت شي حاجه عافاك، انا باغي نشري هزه فلوسي، عافاك تقدر تبيع ليا واحد نص لتر الحليب، الاداب والاحترام، ولكن الناس لا، خاص تقول اعطيني نص لتر الحليب، هنا فاش الفرق ما بين عافاك تقدر تبيع ليا واحد نص لتر الحليب، هي فاش وليت كنقول اعطيني نص لتر الحليب، الفرق، وهذا في كل المجالات تعلمتو في كل المجالات، وهذا هو اللي خلاني نقول هنا، علاش كنجي عندكم كنقول لكم انا ما بغيتكمش دوزو داكشي اللي دزت انا منه، الا رجعتوا للفيديوهات القدام كنقول لكم ما بغيتكمش دوزو داكشي اللي دزت انا منه، ما بغيتكمش دوزو منه حبيباتي الغاليات. لهذا السيده اللي قالت لي علاش تخليتي على ولادك، عززت الزواج باغي غير تزوجي، مشيتي عاوتاني طلقتي ولادك ومشيتي تزوجتي عاوتاني الله يستر، وهذا راه انت ماشي على هكاك، ها انت نفهمك مزيان مزيان، البنات اللي كيقولوا كيفاش انت عندك غير سفيان ودابا جيتي كتقولي، ها انتم سمعتوا عندي كان واحد الباب ديال الجحيم ما باغياش نفتحو، ساتو مخليتو حتى لعند الله، ماشي مسامحه، ما لا اسامح في هذاك الباب، راه يا الله شهدوا عليا يا متتبعات قناتي ومتابعين قناتي كاملين، متابعاتي قالت لي واحد اللي عقلته سميتو، سمحوا لي راه خديجه، هي خديجه غير عندها ازمه حزن، وغادي نتكلم لكم واحد شويه في واحد الفيديو اخر على هذا الحزن هذا، وعلى شنو اللي كندير باش نعالج الحزن ديالي، وشنو اللي بغيت باش نخرج بيه، وشنو اللي خليتوني نتوما عاوتاني خرجتوني منه. شهدوا على اني راه ما مسامحاش هذا السيد حتى لعند الله، انا خاصمته نهار القيامه، وعند الله تلتقي الخصوم، عند الله التقي معاه، بغيت يا الله بغيت نلتقى معاه هو، واشخاص اللي انا ما نقدرش نجبدهم في هاد هنايا اكراما لبعض، لواحد السيده واحد زوج اختو نجبدو، بغيت نوقف معاه هكا يا الله، عندك يا الله يا سيدي يا ربي وقفني معاه، الا انا ظلمت ولا درت له شي حاجه والله اي، وما وكنت دجاجه مغمضه، ما كنت عرفتو ديك عرفتو كتكون شي وحده خانوع، الحمد لله لو كنت بقيت مزوجه بيه غتلقوني دابا هكا تابعاه غاديه من وراه، ايه سيدي ايه 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 خاطرك سيدي خاطرك سيدي، الحمد لله اللي ما بقيت هكا، عند الله سبحانه وتعالى نتلاقى معاه، ما نسمح له لا دنيا لا اخره، وما نسمح له اللي داري لولدي فاش مات ولدي، ما نسمحولوش، تكرفص لي على ولدي في القبر، تكرفص لي على ولدي ميت، ما نسمحوا له حتى لعند الله.
هذا الفيديو ده بس فهمتكم فيه هاد الامور هذه. البنات اللي ما فاهمين غادي نسد هذا الفيديو، وسمحوا لي راه نضاضري كما قلت لكم تهرسوا. البنات اللي ما بداوش الفيديو من الاول تهرسوا، ولهذا كاين درت هادو فيهم القرب والبعد، ولكن القرب ديالهم بحال هكا، يعني كنقرا هكا فهمتوا، خاصني ندير هكا. واني بكم راني نحبكم كاملين.